قريش عرفت بالكلام ده، عادت وماذت. أنا طب وبعدين؟ طب أحب له روح الحبشة، وبعدين يحصل إيه؟ يحصل قوة، يحصل اجتماع، والحبشة كانت بلد فيها رخاء، ونزلوا في حسن الجوار، وبعدين هيتجمعوا هيقوا، قد يسلم معهم رجال من الحبشة. الحبشة كانت متولية أمر اليمن، اليمن كانت خاضعة للأحباش. قال له وبعدين؟ طب ده ممكن بقى يكونوا جيش ويجونا. فخافوا. بيعمل ايه؟ قالوا نبعت لمين؟ للنجاشي. فاختاروا عمرو بن العاص وعبد الله ابن ابي ربيعه سفراء. خدوا معهم هدايا فخمه جدا وراحوا للنجاشي قدموا له الهدايا وقالوا وجئناك في غلمان، غلمان من قومنا. تركوا دين ابائهم ولم يدخلوا في دينك. وجاءوا بدين جديد لا نعرفه ولا تعرفه. فردهم علينا وآباؤهم وعشائرهم أعلم بما عابوه عليه. وهدايا وكلام منطقي سليم جدا. النجاشي فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فيه كانت صحيحة. قال لهم لا ما اقدرش اردهم كده، لازم اسمع لهم الاول. ماشي. فبعد جابهم. فلما جابهم تعالوا قدام مين يتكلم؟ قال جعفر يتكلم. هم قدموا جعفر اقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمه. فجعفر قال له ايها الملك كنا في جاهليه وشر نقطع الارحام ونأكل الميت ونسجد للأوثان ويقتل بعضنا بعضا، لا أمان ولا حسن جوار، والفواحش منتشرة ونشرب الخمر وأنا وأنا. فجاءنا رجل منك نعرف نسبه ونعرف أصله ونعرف صدقه، جاءنا يأمرنا بالصلاة صلة الأرحام وكفالة الأيتام وصدق الحديث والبعد عن الفواحش والامتناع عن الزنا وعدم أكل الميتة، وأمرنا بعبادة الإله الواحد الذي خلق السماوات والأرض والذي إليه نرجع جميعا. انبسط النجاشي من الكلام، كان المنطق. قال له هل معك شيء مما جاء به تقرأه علينا؟ قال نعم. قال اقرأ. فبدأ. شوف الحكمة وشوف الإلهام، شوف الإلهام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله على ما نعمل. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأشارت إليه، بدأ من فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا سخيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. فاضت عيون النجاشي بالدمع، وقال والله ان هذا الكلام يخرج هو وكلام موسى من مشكاة واحدة. لا والله لن اسلمكم اليكم ابدا. المطارنة اللي واقفين كلهم الدموع فاضت من عينيهم من سماع الكلام ده. وخرج جعفر المعتصر تمام وامن في جوار النجاشي. راح عمرو بن العاص يفكر في عبد الله بن عربيات يا بدر لا رحت ولا جيت وكانك ما غزيت، هيقولوا لنا ايه قومنا فشلنا، هنعمل ايه نسوي ايه؟ قال له بس احنا نروح نردهم نوقع بينهم وبينهم ونديله ايه؟ كلامهم يخليه يهيئ عليهم فرعون. قالوا له يا ايها العظيم يا ايها الملك انهم يقولون في عيسى خير العظيم. ايش ده؟ هاتوهم تاني، كذبوهم تاني. فقال له انتم بتقولوا ايه في عيسى؟ فرد جعفر قال له احنا ما بنقولش. احنا بنقول اللي بيقولهن النبي عليه الصلاه والسلام بوحي من الله. قالوا بيقول ايه؟
اللي بيقول عن عيسى بن مريم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البدوية. بس فرح مسك عصاية بتاعته صعب جنبه وخط خط في الأرض. قال والله ما بين ديننا ودينكم إلا هذا الخط. اذهبوا فإنكم آمنون. وردوا عليكم الهدايا. لمين الهدايا كان جايبتها؟ حملها لهم قال لهم مع السلام. هم جايين. طبعا شيء ما كانش متوقع. وهم كانوا علاقة طيبة جدا بالنجاشي والتجارة شغالة بينهم. هنا معهم يسأل سؤال. تأمل. تأمل. خلاص صد بقى في الحبشة. قلت من حد النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر للمدينة وجوله بعد كده منين؟ من الحبشة إلى المدينة رأسا لما نزلوا في ينبع. وراحوا المدينة. السؤال اللي بيتبادر إلى الذهن هنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ما خافش عليهم. رايحين فين؟ رايحين في بلد فيها رخاء. رايحين في بلد فيها أمان. رايحين في بلد تدين بالنصرانية التي أمرنا أن نؤمن بها وبنبيها. مش رايحين عند مشركين اللي عملت أصنام. رايحين عند أهل كتاب. عند نصارى. نصارى أتباع عيسى. عيسى اللي احنا أمرنا أن إيه؟ أن يؤمن به ونصدق به ونذله ونوطئه. ما خافش إنهم يخرجوا من الإسلام ويخشوا النصرانيين. السؤال ده من السؤال. سؤال. أنت عارف الشيخ اللي لم حواليه مريدين واخد عليهم العهد. لما يسيبوه يروح للشيخ تاني يقول لي هيتأذى وهيتضرر عشان ياخد العهد على الشيخ ويخاف يروح للشيخ تاني هياكلوا منه هياخده. مش كده؟ في شيخ تخاف كده؟ وفي شيخ يقول لك إما تسمع بشيخ روح له زي شيخي. قال لي إما تسمع بشيخ في أي بلد روح له. كنت سافر البلد روح اسمع وما فيش شيخ تسمع بيه وما تروحوش. طب ما كانش خايف إن واحد شيخ يخطفه مني؟ يخطفك؟ أنت مين أنت يعني؟ أنت إيه؟ أنا عارف عندي إيه؟ لو ليك نصيب في الصح ترجعلي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد دول في الحبشة وما خافش عليهم ليه؟ لأن لما رباهم رب فيهم الضمائر ولما غرس فيهم غرس فيهم الحق والحق وحده والحق يعني ولا يوم عليه. ولذلك محدش فيهم تنصر أبدا ومحدش فيهم خرج عن دينه أبدا ومحدش فيهم تقى بالولاء بسبب الخلق صلى الله عليه وسلم. واحد بس تنصر عبيد الله بن جحش. بس واحد بس. لأن كل قاعدة ولاية ايه؟ سبب. خصوصا ان عبيد الله بن جحش زي ما قلنا كان من الأربعة من الأربعة اللي اجتمعوا عند الكعبة وقالوا الدين ده غلط والأصنام ده غلط والكلام ده غلط ومش عارف يعمل ايه ورقة تنصر ملايكة جمالنا إلى آخره. فلازم تتأمل في فعل رسول الله انه بعتهم عند النجاشي وبعتهم في مكان فيه دين يعترف به الاسلام وبلد فيها رخاء وما خافش انهم يستنوا هناك او يسيبوه او يخرجوا من دينه الى دين النصارى. ليه؟ لاسباب كثيره. هو عارف اداهم ايه وعلمهم ايه وواثق في ضمائرهم وواثق في عقيدتهم. في نفس الوقت هو داعي الى الله لا يعنيه من يخش ومن يخش. إن عليك إلا البلاغ. لا بياخد منهم فلوس ولا بياخد منهم جاه ولا بياخد منهم سلطان ولا حد يتسيد عليهم أو يسود. مش كده؟ يدعوهم للحق. اللي له نصيب الحق هيجي واللي مالوش مش هتقدر تعمل له حاجة. لست عليهم بمصيبة. تأمل في دي وافهم عشان لما تكون بتعلم حد دين أو مهما كنت بتعلمه من دين إذا كنت بتعلم مخلصا صادقا في تعليمك سيبه يروح يسمع مطرح والله إن سمع صح مصلحتك ولا لا؟ مصلحتك. أنت عاوز يوصل للصح وإن سمع غلط واحدة من اثنين هيفهمه ويفهم إنه غلط أو إلى آخره.